بنحييكم أصدقائي المشاهدين بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. القضية اللي رح نحكي عنها اليوم قد تكون قضية الكل عم يحكي عنها، كل من واقع يحلو له، ولكن واقع هذه القضية المستندة لصخرة الإيمان بيسعدني وبيشرفني اليوم بحلقتنا أنه نستضيف الأب عبدو أبو كسم مدير المركز الكاثوليكي للأعلام لحتى بهذه الحلقة نحاول قدر المستطاع نسلط الضوء على الموضوع. أيضا بدي رحب برئيس جمعية جاد الشبيبة ضد المخدرات جوزيف حواد، أهلا وسهلا فيك. طبعا الموضوع يلي بنحكي عنه بسعى أنا قدر المستطاع أنه ما أعطيه كثير من الأهمية، لأنه مفترض فينا نحن كإعلاميين مش نضوي عليه، بالعكس نعتم عليه ونسعى وراء الكواليس بمهنية وبحرفية وبإيمان أنه نضبضي بكل هذه الملفات يلي بتسعى قدر المستطاع لإشاعة الخبرية، وبتقول أنه في قنابل موقوتة بالمجتمع اليوم، والبعض قال أنه يمكن 8000 مواطن هني من عبدة الشياطين أو الشيطان في لبنان. طبعا هذه الألفاظ أو هذه الكلمة هذه التعبير كل هذه الأقوال نحن بإيماننا نسعى قدر المستطاع لمواجهتها انطلاقا من محبتنا للنور وللإيمان وللصليب وليسوع المسيح ولكل الأنبياء. ما عم نحكي نحن هون من زاوية مسيحية فقط، عم نحكي استنادا لإيمان كل مشاهد وكل مواطن هلأ عم بيتابعنا، لأنه كلنا معنيين. أبونا عبدو أبو كسم بدي رحب فيك بالبداية وقل لك اليوم وقت اللي بنحكي نحن عن هذه الظاهرة والبعض بيقول أنه فيها شيء معروف بالقداس الأسود انطلاقا من دور الكنيسة، مسؤولية مين نقدر نوعي نحن شبابنا من دون ما نثير ضجة حول هذا الموضوع؟ أولا أنا بدي أثني على مقدمتك، نحن لا جايين نعمل نوع من الدعاية لهالحركات هيدي ولا جايين نخوف الناس منها، لأنه خلقاني خلق أجاو من هيك بانيك الخوف عند الناس وكأنه شيء يعني غير اعتيادي عم يجتاح مجتمعنا. نعم، نحن مسؤولية أول شيء في مسؤولية تقع قبل كل شيء على الأهل. على الأهل. نعم طبعا تربية الأهل لها دور كبير بهذا الموضوع، وتوعيتهم لأولادهم لهم دور كبير فيهم، وكمان الأهل بدهم يعرفوا أولادهم مع مين بيتعاطوا وين بيروحوا وين بيجوا، ما في يعرف حدا فيهم هودي أكثر من الأهل. نعم، إذا الدرجة الأولى الأهل هني واجب عليهم يحتاطوا، بيسألوا أولادهم وين رايحين وين جايين مين بيعيشوا مين لحتى يرقوا لهم تصرفاتهم، يعني طبعاً. هذا اللي تقصدهم طبعا، لانه اذا شافوا شيء غير اعتيادي عندهم بدهم واجبتهم هن يتابعوا الموضوع. نعم، وبيجوا عند الكنيسه، بيجوا عند ناس اختصاصيين، نحن مستعدين انه نكون حد نساعدهم. يعني اليوم استاذ حواط بيعرف اكثر مني انا بهالموضوع، شاب او بنت بيجوا على البيت ما فيهم يفتحوا عيونهم، بضلوا نايمين، نفسيتهم مزبوط انهار، كل هيدي اشير على انه عم يروح بمحلات منا طبيعيه. الشغله الثانيه دور الكنيسه كمان ما له دور كبير في توعيه الناس، مش في وتوجيه الناس. حلو، مش انه نحن عاملين بوليس. نعم، نحن علينا بشبيبتنا، علينا باولادنا نوجه. هذا الشر موجود منذ بدايه الخلق. نعم، الشيطان فكرة، الشيطان هو رمز الشر، منه شغلة حسية مزبوط تقدر يعني تجي تفزع. ما يقام من حفلات حول ما يسمى مثل ما قلت لي الداس الأسود هو نموذج من الشر، يعني بيصير فيه يمكن قتل شيء حي أو بيصير في ممارسات شاذة جنسية أو دعارة أو جنس جماعي أو كلهم هودي. شو هني هودي؟ هودي أشكال من الشر. ليه بسموه قداس أسود أبونا؟ يعني هلا نحن عم نحكي شيء يتعلق بالطائفة المسيحية. نعم، يعني ليش سموه قداس أسود مش شيء تاني، علما أنه يعني هالشيء اللي عم نحكي عنه يستقطب كل يعني الطوائف؟ نحن معروف أنه بالقداس نعم منقدم الذبيحة الإلهية، نحن نرجع نستحضر ذبيحة يسوع، ذبيحة يسوع اللي صارت على الصليب نستحضرها بالقداس. نعم،
نعم. ومنعيشك اليوم هالذبيحة اللي هي بالنسبة لنا شغلة كتير أساسية بحياتنا المسيحية، إنه نرجع نرجع نعيش بالزمن بالوقت الحاضر. نعم. تقدمة يسوع عن خطايانا وموته وقيامته. أوكي. هني نحن نسميه هذا قداس. نعم. هني بيعملوا بيقدموا القرابين قداس أسود بسموه، لأنه عم يقدموه للشيطان، لروح الشر. بيعملوا طقوس، طقوس مختلفة، يعني واضح. غرفة سوداء بتكون مع أنوار، مع مكان معد لتقدمة هالذبيحة اللي فيها روح. يعني يمكن تكون بنقرأ هيك، نحن ما بعرف شايفين شوفيت، بس يمكن نعم. يكون الطفل يعني بعده حديث الولادة، حديث الولادة، نعم. أو حيوان آخر أو شيء، بدهم دم بهذا القداس، بسمينه القداس الأسود لأنه بيقدموه للشيطان. نعم. واضح. أبونا إذا بدك تسمح لي جوزيف، يعني أبونا كان عم بيقول إنه حضرتك أنت يمكن عندك بعض المعطيات حول هذه القضية. اليوم أنا بدي أسألك سؤال وبنبدأ فيه بصراحة. اليوم أنت ليش تحركت بالبداية ومنعت هذا الحفل اللي كان مقرر ببيصور، ورجع النقل على يحشوش بسحي الكميني رئيس البلدية منعه مشكور، وهني رح يكونوا هلأ معنا. ليش تحركت لحتى منعته؟ هل فقط لأنه أنت شعرت إنه رمز الصليب يعني هو الذي تعرض؟ ولو بدي روح أبعد معك من هيك، لو في غير رموز تتعلق بالطائفة الإسلامية أو غيرها وبالنبي محمد، أنت شخصيا كجوزيف حواط رئيس جمعية جات شبيبة ضد المخدرات، كنت تحمست وتحركت بهذا الإطار؟ نبلش من الآخر. يلا. نحن هلأ امبارح الأحداث اللي صارت بمدافن طرابلس، نعم، مسؤول عن الجمعية، نعم، طلع واستنكر وراح وكان على الأرض وعم بيجمع وسائل وعم بيشتغل بطرابلس مثل ما انا عم بشتغل على موضوع الصليب، بالعكس جاد لكل الاديان. يعني كنت تحركت؟ اكيد، وعم بشتغل ولي 7 سنين 8 سنين ملفات، يمكن ماني عم بطلع بالعلن، ان هلا انزركت بين وسائل الاعلان جبرتني مجبور تطلع تحكي، اذا ما بتحكي بمكان ما بيطلع الحق عليك بالاخر. نعم. هلا بميلي طالع الحق عليك انه انا متخلف، معلش. نعم. اذا هي التخلف ما عندي مشكله. هلا نعم. موضوع انا منعت الحفله، أنا ما بملك سلطة قضائية لأمنع الحفلة أو عندي جيش ولاية، كنت الوسيط يعني. لحظة، إذا كان رئيس بلدية بيسور ورئيس بلدية يحشوش وصاحب مجمع بيسور كونتري كلاب بخيفوا الله وعندهم ضمير. نعم. وخايفين على أولاد المنطقة بيكونوا كمان متخلفين. طب بس أنا ما بعرفهم ثلاثتهم، ما بعرفهم، مجرد ما دقيت لهم. نعم. قلت لهم في هالمنشور المشبوه. نعم. موجود ليلة راس السنة مع مخدر LSD وحده، هي بكفي. هن قايلين في مخدر LSD عنوان البوستر. نعم. النوير مع LSD، مخدر أخطر أنواع المخدرات. نعم. شفت الصليب على راس الشيطان، شفت عدة أمور، مخدرات الرقمية. نعم. تعاطي المخدرات الرقمية، وتجاربنا السابقة السنة اللي قبلها اللي صارت كانت مرعبة. نعم. تسمح لي أخذ اتصال مع رئيس بلدية بيسور بقضاء عليه وليد العريضي لحتى نشوف شو هي الأسباب اللوجستية التي دعت رئيس البلدية لإلغاء هذا الحفل. ألو. ألو رئيس، أنا بدي حييك وأشكرك وأقول لك عبر مشاكل وحلول أهلا وسهلا فيك. طبعا الخير إلك ولضيوفك والمشاهدين. شكرا لك رئيس، أنا بدي أشكرك لأنك خصيت برنامجنا يعني بهذه المداخلة، وبعرف قديش نحن وأنت عم نحاول قدر المستطاع حلحلة كثير من المشاكل، ويلي كان رح يصير راس السنة يمكن كان يورط المجتمع بمشكلة كبيرة. رئيس، يعني شو كان السبب الأساسي لإلغاء هذا الحفل عندك أنت؟ أنا بالنسبة لي خي، أول شيء أول معلومة حكي معي فيها هو العميد السابق، العميد أنور يحيى فائد الشرطة القضائية السابق، نوجه له تحية لحضرة العميد. طبعا نوجه له تحية، هو بيعرف كنا نتعاون نحن وياه كثير مشان مكافحة هالأشكال. نعم. الغريبة عن مجتمعنا. نعم. بعد لحظات وصلني الصورة تبع الإعلان عنا. نعم. أنا مجرد ما شفت هذا الإعلان اللي حاطينه هني على السايت، استدعيت أصحاب المنتجع. نعم. قلت لهم هاي الحفلة بتصير، انتهى الموضوع. حلو. إني أصحاب المنتجع كانوا كمان تفاجئوا بالإعلان. ما كان عندهم خبر قبل؟ للأمانة لا، يعني للأمانة. نعم. ما كان عندهم خبر إنه هاي. نعم. يعني حتى الشباب اللي إجوا لعندي على البلدية تفاجئوا إنه هذا الإعلان. فوقع أنا تحت هذا العنوان. نعم. وتحت هذا الإعلان إذا. نعم. بدهم ينزلوا يقدسوا خيو يصلوا، بديش يصلوا. طب بدي أسألك رئيس، يعني واقع هذه القضية اليوم أنت وقت اللي أخذت قرار بإلغائها،
فكرت بتداعياتها بعواقبها، لانه البعض بيقول يعني انه هذا القرار يتطلب رجل جريء لاتخاذه، تنكون منطقيين وانت معروف بجرأتك. انا بشكرك. اول شيء نحن شغلتنا نحافظ على مجتمعنا وعن اهلنا وعلى قرانا. نعم. وخاصه اذا في عندك ضيعه. نعم. عندها تقاليد وعادات ومحافظه. نعم. ما فيني اعرض هذا المجتمع تحت اي عنوان وتحت اي صوره لهذه الشبهات، مجرد الشبهات نحن نبعد عنها. نعم. وبقى نحن كنا عم نعمل واجباتنا، مش ما نعمل ابطال ونطلع على الاعلام، انت بتعرف كثير. نعم. اتصلوا في واعتذروا. نعم. بس انا عم بوضح الصوره انه نحن وشغله هذه شغلتنا الاساسيه نحافظ بمواقعنا هلا كرؤساء رؤساء بلديات. نعم. وكمواطنين خي حريصين انه يضل المجتمع هذه بعيد عن هذه المشاكل وهذه الافات اللي عم تخرب بيوتنا. يا اخي انا بدي اشكرك رئيس، يعني ما راح اطول عليك اكثر، يعني بشكرك لانك خصيت برنامجنا مشاكل وحلول بهذه الشهاده. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا لك، يعطيكم العافيه جميعا. شكرا. شكرا سيدي. شكرا. يعني ابونا اللي احنا عم نحكي سؤال بديهي بيطرح نفسه، المركز الكاثوليكي للاعلام يعني بعد كل هذه القضيه شو راح يكون موقفه العلني والصريح جدا بهذه القضيه؟ نحن مش اول مره نعمل. نعم. برامج توعيه بمركزنا على هالقضايا هيدي. نعم. تقريبا كل سنه بيمر عنا ندوتين. باي موضوع؟ موضوع المخدرات، موضوع الاتجار بالبشر، الدعاره الهودي نوعي عليهم. نعم. وهلا بالاسبوع القادم الله راد رح يكون في عنا كمان ندوه حول هذا الموضوع. نعم. نحن برجع بقول ما بدنا نعمل، منا عم نعمل ردة فعل يسلم تمك قدام هيك شغلة زعجتنا أو البعض معتبرها بتشكل خطر على المجتمع. لا، شو بتشكل هيدي؟ نحن إذا منقول خفانين من هالشغلة منكون قليلي الإيمان. يسلم تمك، نحن عم نحكي بجرأة. عم نحكي بجرأة. قلت لك الشر موجود. نعم. نحن علينا نهتم بولادنا. نعم. نهتم بعيالنا، نوعيهم، نوجههم. أكيد. والغرقان نشيله. نعم. وطبعاً هاي رسالتنا، لأنه خير الإنسان هو رسالة كل إنسان مؤمن مسيحي وكل. نعم. من هالمنطلق نحن هلأ نحن منا ضابطة عدلية، نحن بنعمل شغلنا. نعم. نحن منوعي. نعم. الناس، منوعي. نعم. الأهل، منضوي على الأفات والنتائج السلبية. صحيح. كمان ما بدنا نطلع بالدولة ونخليها تكون متفرجة، كمان الدولة مفترض عندها اجهزتها يلي هي مفترض تتحرك بهذا الموضوع. نعم. نحن بنعمل شغلنا والدولة تعمل شغلها ومؤسسة الجهات تعمل شغلها والأهل بيعملوا شغلهم، نقدر نطوق. نعم. هذه المشكلة ونطلع منها. موجودة هالمشكلة وين ما كان. وين ما كان. وين ما كان. كل العالم. جوزيف، يعني اللي عم بيقوله أبونا كتير مهم. أنت شخصياً وقت يلي طرحت هذه القضية ولفت النظر لها، الكل سمع وعرف وقرأ أنك أنت تعرضت لضغوطات ولتهديدات ولا أمور كثيرة. يعني شو كان بدك بكل هالشغلة؟ ليش ما بقيت وراء الكواليس وحركت أنك تشير لها؟ هلا انا اللي شيء 6 سنين بشتغل على موضوع، بس خلينا بهالقضيه، هيدي الاعنف كانت هلا، لانه تهمت انه متخلف، طلعوا حكوا عني بعده وسائل اعلام انه انا اللي خربطت السهره. انا بس لاعطيك مثل صغير، اجى على لبنان مطرب مشهور على. نعم. مستوى تعاطي المخدرات اسمه ويس خليفه، كان. نعم. في 5000 شخص عم يحضروا حفلته. نعم. امنا عملنا بيان من شي 3 سنين بعد. نعم. انه انتبهوا يا اهالي، مثل ما ذكر المونسيونير الاهل لازم ينتبهوا. انه وين عم بتودوا اولادكم، على اي نوع من الحفلات، شو عم بصير خلال هالحفلات. وبالفعل 23 حاله اوفر دوز انلقط، فقط 40-45 تاجر كانوا عم بيبيعوا لي من زمان، من 3 سنين تقريبا. اليوم طلعنا امبارح سكرنا بالوسائل الاعلام انه يا عمي هاي تجربه. رب. كانت سيئه، ليه ما بدنا ناخذ الحيطه والحذر. يسلم تمك. وهذا الزلمه ويس خليفه. هو اكبر تاجر مخدرات، عنده ماركت باسمه. نعم. وهو الزلمه بيتعاطى، يعني اذا بتفوت على السايت تبعه بتشوف. أوكي. شو الغلط اذا جينا قلنا للاهل انتبهوا لوين عم تودوا اولادكم؟ ما
هي شغلتنا التوعية، هي شغلتنا نضوي على خطورة الموضوع. بس لابونا قال انه يعني الدولة إلى دور والكنيسة إلى دور والجمعيات إلى دور، انت نعم. ما حسيت حالك اخذت محل الكل هون؟ الكنيسة لا بالعكس، انا بدي لحين تعلى على الحجر، انا بكمل الكنيسة بنفس النظر، والابونا كان واضح وصريح بالتعاون مع هذه المعطيات. يمكن عندك فكرة اكثر منا، وانت لفت النظر مشكور لك، واليوم الكنيسة رح يكون لها في موقف جمعة الجاي من خلال دور المركز الكاثوليكي، ولكن الدولة شو كان لها دور؟ الدوري الدوله على طول المشكله بالدوله انه بس تحرك الموضوع اعلاميا وتحشر الدوله بتبين، غير هيك ما بيعنيها. نعم. بل شو عم بيعملوا شغلهم هلا يعني الدوله. نعم. اللي شفناه امبارح بالتحقيقات اللي بلشت يعني تحركت على صعيد هذا الموضوع. طب جوزيف اذا بتسمح لي، هيدي الصوره اللي عم نشوفها حتى ما نطول. نعم. عليها، هيدي صوره الحفله اللي كانت. صحيح هذا. نعم. الصليب اللي على صنديحته. نعم. العنوان مش مبين من فوق، ليلة راس السنة مع مخدر الـ LSD. نعم. من تحت انطرونا في مفاجآت غير طبيعية أكيد. أوكي. مش رح يجي يضيف بومبوم لبس شوكولا. شكرا لأي. شباب شكرا. وديجيتال دراكس كمان مش مبين، المخدرات الرقمية، في عدة أشياء حتى يعني. الموسيقى هني بدون شامبينيون الفطر تبع الـ LSD. نعم. البيت العنكبوت الخيطان اللي على البوستر اللي شايفها هي هيدي رموز بالقديس الأسود. طب البعض يعني كل الناس ممكن يكون عندهم يعني هذه النظرة اللي انت قلتها. السنة الماضية وقعنا بالمشكلة، عملوا سهرة 3 ايام بوادي بزبدين وما قدرنا منعناها، كان عندهم تراخيص. السنة خلينا تراخيص من مين؟ ما كان حي الله حدا بتروح بتقول له فنان عالمي جاي من اليونان بيرخص لك. طيب. ما بيعرف خلفياتها، ما بيعرف شو رح يصير بهيدي. طيب. السهرات خلينا نشوف انا وياك سوا ريبورتاج. ابونا بدنا نشوف كمان ريبورتاج، انا بهمني حضرتك تطلع على اراء الناس يعني المواطنين. كاميرا البرنامج تجولت وسالت الناس ارائكم بعوده ظاهره عبده الشيطان الى لبنان. نشوف سوا عبده شيطان مين؟ موضوع كبير. يعني هلا هو بدع بالاعلام، في كتير رسائل عم يوصلوها بطرق بين مش بس عبدة الشيطان، يعني فيديو كليبات ببلاد برا باسم الحرية والتحرر وتلاقي طريقك وحرية المعتقد والفكر، هذه كلها يعني بالبلاد يلي متخلخل فيها الوجود الديني والإيمان أكيد أهون لهم يضيعوا. هلأ لبنان أصلا بلد ضايع بكتير أمور، بقى تقدروا عبدة الشيطان بدك تعرف مين من جوات الكنيسة والمشايخ ما يكون عم يتعاملوا معهم كمان، يعني مخلخة أكيد ما بيقوى شيء بلا ما يكون من المؤسسة العدوة في من جوا مخلخلين وعم يشتغلوا معهم باسم الدين. بس كل الديانات موجودة عندنا بالعراق، بس عبدة الشيطان ما موجودة عندنا. ما بعرف عنهم شيء، بعرف إنه في بالبلد بالجبل اكتشفوا كانوا بدهم يعملوا حفلة وما حفلة، بس أنا ما بعرف عنهم شيء. في مصاري كتير بالموضوع، في مكانة كبيرة عم تشتغل، بعد في شعب شوي عنده هوية دينية ايه، بس قدي بدها تضاين وعلى مد سنين، هيدا بدك نظام قوي. كل واحد عنده ايمان وبيعرف الدين مزبوط ايه بيكون عنده مغطى يعني محفوظ. لا الحمد لله ما عنا. كل واحد يعبد شو ما بده وهن حرين يعبدوا اللي بدهن اياه. ما خاصني بهيك شغلات، انا بعتبر انه كل ما الانسان بيبتعد عن دينه كل ما بيصير اقرب الى عبادة الشياطين. ما بعرف، الدين هي شغلة شخصية طبعا، يعني هو الالتزام الاخلاقي والديني هو اللي بيبعده عن الامور. كل واحد يستفل خيب حياته، عبيت شيطان ولا مش عبيت شيطان؟ اكيد بشكل خطر على المجتمع. لا بشكل خطر على كل واحد عنده معتقداته، لانه ظاهره خطيره جدا وخاصه على الشباب الصغار بالعمر، يعني انه بيكونوا اكثر قبولا لكل ما هو يدعو الى التحرر. يمكن هن بيعتبروا انه هذا الشيء تحرر. حسب الدين، حسب التربيه اللي هو العايش فيها، كل واحد يصطفر. ما كتير بعرف عنه، بعرف انه بس ما بيأمنوا بالله وبيحطوا اساس جماجم بايديهم وهيك بس. موضوع عبدة الشيطان انا برايي هي بتوقع تحت بند عقوبات معينه، لانه مش مسموح انه يكون في افكار غريبه عن طبيعه المجتمع. هيدي ظاهره لازم يحاربوا العالم، كل العالم. في نحن بنعبد الله والنبي بيعبد الشيطان. بعرف انه هن بيحطوا علامة 666 على راسهم وبيكونوا ايموز، عندهم their special style. برا كانوا يقولوا انه يتعاطوا بالبلاك ماجيك اللي هو السحر المشعوذ والقصص كلها، بس اوكي بلبنان لا ما بيتعاطوا بالقصص، بيقولوا مخدرات والقصص، بس انه ما بعترف فيهم انا صراحة. ها هي لا صراحة ما بعترف فيهم لانه ما
ما بيفكروا صراحة وبيضغطوا مخدرات، هالشغلة بتخليهم يتصرفوا بهالطريقة، ولا ضدهم كليا صراحة. رح ناخذ آراءكم أبونا، بس بدي أخذ اتصال من رئيس بلدية يحشوش قضاء كسروين المهندس كارلز وين. ألو. إياك مرحبا. رئيس بدي حييك عبر برنامج مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، أهلا وسهلا فيك. أهلين، أهلا فيكم رئيس. يعني بدي أسألك، يعني شو كان هو الدافع الأساسي والسبب لإلغاء الحفل اللي كان مقرر عندكم بالضيعة؟ نحن الحفل اللي عم تحكي عنه هيدا انتقى لسبب بسيط. أول شيء لأنه ما في ترخيص، يعني المنتزه اللي مفترض يصير فيها الحفل، نعم، وكناية عن منتزه صيفي ما فيه حتى إنشاءات، ما فيه ترخيص، لا ترخيص بنا ولا ترخيص، نعم، مقهى أو منتزه أو أي شيء اللي كان. فبالتالي ما عنده أي مساوغ قانوني تيقوم بحفلات بهالضخامة وبهالكبر هيدا. نعم. وبالإضافة إلى ذلك كمان عنا صار سوابق معه بحفلة شوي مشابهة بأيام الصيف، صار في قلق وإطلاق الراحة للمواطنين وشكاوى كتير، وبالتالي هذا الشيء دفعنا أنه نبعث له إنذار ونقول له ما يلتغى يوقف الحفل تبعه. ما تعرضتوا لضغوطات رئيس أبدا؟ لا، نحن من جهة لا ما ترى الضغطات، لا قبل الإلغاء ولا بعده يعني. لا 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 لا. طب لو كل الأجواء يعني اللي حضرتك أنت ذكرتها كانت متوفرة، الترخيص كان افتراضا مؤمن والمكان مؤمن وكنت بتسمح ولا لا؟ لا كمان لا، لأنه نحن يعني في شقين، في شق اللي حكيتك إياه بالأول إنه هو بالأساس المطعم ما عنده ترخيص قانوني، نعم، بكل إذا بدك بكل جوانبه، نعم، وفيما لو كان عنده ترخيص كما كشو اسمه كمنتزه، هالحفل بالذات ما كنا احنا نقبل فيه لأسباب التالية، لأنه فيه أقلاق راحة، يعني هو منتزه أول شيء مكشوف على هواء الطلق، وبالتالي بيعملوا سهراتهم 24 ساعة، ببلش الموسيقى الساعة 6 المساء لتاني يوم 6 الصبح، نعم، وفي نحن في ناس عندنا بالضيعة عملنا شو اسمه، بالإضافة أضف إلى ذلك كل إذا بدك الامور اللي وصلتنا اللي صرنا نسمعها بالاعلام، يعني انه احتمال وجود مخدرات وشيء من هالنوع، وهذا الشيء طبعا نحن كبلديه مؤتمنين انه ما نسمح بالاعلام، ما بتسمح ما نسمح لنا نحن ما نسمح نخلي الضيعه كثير في اشياء بكل الاداب العامه. انا بدي اشكرك رئيس يعني لهذه يعني المداخلة، حبينا نحن نتواصل معك لحتى نضوي على فصول هذه القضية المحقة اللي عم نتابعها، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا برئيس بلدية يحشوش قضاء كسروين المهندس كارلز وين. أبونا إذا بدك تسمح لي، يعني اللي كنا عم نتابعه بالروبورتاج شو كونت فكرة عنه؟ أول شيء في آراء متضاربة بالموضوع. أنا بحب أعلق على شغلتين، يعني اللي قالهم هذا الشاب كان عم بيحكي انه في قد يكون جالدين مسيحي او مشايخ معه. انا فيما يخص الكنيسه باكد لك انه هذا الموضوع غير وارد، نعم، يعني ما عندنا اي كاهن او اي شخص بيتورط او بيسمح لنفسه يتورط بهيك اشياء، ونحن بنعرف بعضنا كلنا، نعم، وبنعرف كل الطوائف، يعني كمان عم بحكي عن الطوائف المسيحية، نعم، إيه؟ بس في كتير اخواني ابونا متخصصين بمكافحة عبر الشياطين، ايه هذا غير موضوع، ايه بس مش مروجين مثل ما هو مروجين العكس تماما، في اخواني في اخواني الكنيسة سمحتهم، نعم، مش كل اخواني، نعم، هذي بدأ تخصص عندهم، بدأ اخور، نعم، يكون يعني عنده ايمان كبير، يعني ايمان كلنا عندنا ايمان كبير، بس بده يكون مليان من حاله، متعلم، بيصلي كثير، ناضج، مش حاله واحد انه يروح مول الكنيسه يسلم تمك، لانه بدها، نعم، والكنيسه بالمطران، نعم، تحديدا بكل ابرشيه باذن البطرك بيعين خوري او اثنين او ثلاثه، هودي شغلتهم انه يساعدوا الناس يلي بيكونوا عايشين بهالهاجس هذا كله. حلو. فإذن الشيء اللي قاله الشاب مش مزبوط بالنسبة لنا، نحن ما إلا دور، نحن في العكس، نعم، لي تجابه تحارب. الموضوع الآخر اللي سمعت أنه كل واحد حر، طبعا كل واحد حر، ونحن مش جايين نحد من حرية حد، حرية الناس وحرية حد، بالعكس كل إنسان حر، وربنا أعطانا هالحرية، نعم، ميزنا فيها عن كل المخلوقات،
لكن اعطانا هالحريه حتى نروح فيها نحو الخير مش نحو الشر. اوكي. انا ككنيسي، نحن ككهنه وكرعاة، نعم، اكيد نترك الحريه للشخص ياخذ الاتجاه اللي بده اياه، انما بس انا من واجباتي انه دله على طريق الخير، انه هذه الطريق بتهدك على الهلاك وهي الطريق بتهدك على الخير. نعم. يختار هو، انا علي توجيهه، علي دله على الطريق. نعم. علي اذا كان اذا وقع شيله. انا بنسمع كثير للاسف انه اليوم بهذا الموضوع بغيره، انه الكنيسه عامله بوليس لا مش مقصره، يا ريت بيتهمونا بالتنظير. ايه مطاوع، انا بكتب علي بالبعض الصحف. نعم. ليش عملوا بعض الاشخاص المتنورين؟ إن انا مطاوع، يعني في كم متنور بده يسب الدين ويسب الكنيسه متخلفين بيعتبروه. نعم. وبده ايانا نترك العالم تتهكم علينا، وبدهم يمسولنا بمقدساتنا، وبدهم ايانا ندال نحن مكتفين. لا، غير مقبول، هذا مش مقبول. نحن عنا اعلامنا الكاثوليكي وعنا توجيهاتنا، هن عندهم اعلامهم. نعم. بقى هل ما بقى يجوا يحطوا لنا هالاسباب الواهيه حتى يحدونا او يفكروا انه يحدونا من عملنا. نحن علينا نوجه الناس طيب نحو الخير. ابونا بس بدي ازعجك، لانه اللي انت عم بتقوله يعني ينسحب مع اللي قاله رئيس بلديه طرابلس السابق نادر الغزال، بيقول الوقايه الروحيه والدينيه هي الاساس لمعالجه كل هذه الافات اللي بلشت تظهر عند شبابنا، وذلك لوجود فراغ روحي كبير يعني وخواء قيمي شديد ناهيك عن الفساد الاجتماعي والتراجع. من الناحيه الدينيه قديش بنشوف الرئيس عم يحكي محق انه في عندنا فراغ روحي كبير؟ لك انا بدي اقول لك ايه، نحن دون شك، نعم، العالم تبدل. نعم. العالم صار كله بفعل وسائل التواصل الاجتماعي والعولمة صار ضيعه صغيره. نعم مزبوط. يعني صار العالم مفتوح. نعم. الشباب صاروا بيقدروا يفوتوا على كل هالمواقع ويطرحوا اسئله ويبوسوا. نعم. بمشاكل اوكي. هذا الشيء خلى هالشباب تتفتح ويخلق عندها تساؤلات، ويخلق عندها يمكن بعض الاحيان تجارب وبعض الاحيان فراغ. نعم. بس بالمقابل بحب اكد لك على انه في عندنا كثير شباب ملتزمين، شبيبي ملتزمين بالكنيسة وبتعليم الكنيسة. بكفي هالمشاريع شفناها يوم اللي اجى البابا بنديكتوس، يوم اللي اجى البابا جان بول ليو على لبنان، البابا بنديكتوس، هالمشاريع الشباب يلي تقاطروا من كل لبنان، ها كان فيهم مسيحي واسلام، حتى يعبروا عن فرحتهم وعن ايمانهم بهالبلد لبنان الرسالة. نحن كمؤسسات كنسية عنا بكل رعايانا بمدارسنا بجامعاتنا عنا فرق رسولية حتى نهيئ الشباب، عنا حركاتنا رسولية. لا، في فراغ واضح عند البعض، مش اكيد الفراغ. ايه الفراغ بيؤدي الواحد ينجرف بهيك. جوزيف، يعني مثل ما بقول ابونا الاسبوع المقبل راح يكون في تحرك يعني بالاماني بالمركز الكاثوليكي للاعلام، يعني تحديدا شو راح يكون دوركم انتم؟ هل الدعوه ستقتصر فقط على المركز الكاثوليكي، ولا انتم راح تدعوا كمان بعض الطوائف لحتى يكونوا كلهم شركاء، لانه هذا الموضوع يعني كل الطوائف؟ احنا دورنا بس بيوقف عند المخدرات. نعم. انه نحن شغلتنا الاساس مش كيف عبدت الشياطين. بس بما انه هالطقوس يعني لو ما في LSD انت ما كنت دخلت عليها؟ طيب، هي لفتت لي نظري، كنت اشتغلت كلفت حدا تاني انه طلع الاسئله للصليب. هني بتاني منشور لغيوا الصليب بعد عدة اتصالات، خلوا LSD. نعم. كان ملفت للنظر انه كانت الحرارة المتوقعة بين 2 والاثنين تحت الصفر. أيه. بالهواء الطلق وثلاث ايام متواصل بمنتزه ما في شيء، يعني انا حرصا على ما يقربوا مركب ياخذوا شباسي يرقص ثلاث ايام، اكيد بده ياخذ دراكز ليرقص ثلاث ايام. هلا بالنسبة للمشكلة شو رح يصير؟ نعم. الخميس المونسونيور قال راد عنا اجتماع، رح يكون دعوه لوسائل الاعلام تكون معنا، يعني ممثل صحيح عن عده طوائف.
ندوه نكاح بيكون في بعض الطوائف غير ولا بعد ما دعيتوا حدا؟ نحن عم ننظم الاجتماع التنين. نعم ان شاء الله خير اللي حيكون اكيد مش بس طوائف مسيحيه، طوائف مسيحيه واسلاميه. نعم اهانه المقدسات يعني صحيح. تعني كل الطوائف كلنا عم نعاني منها، شفنا بعلي حادثه المره اللي اعتدوا عليها بالمقبره، شفنا بطرابلس طيب. مشكلة عبر الشياطين لكل الطوائف. منظم الحفل فادي فويس كان عم بيقول انه هذه الحفل ما لها علاقه بعبدة الشياطين، يعني كيف فينا نحن بس كل شيء بيوحي كان ايه؟ انه عبر الشياطين يعني، واللي تجربنا السابقه معه بصوره خاصه يعني معه هو؟ في عندي وثيقه صوره ولد عمره 15 سنه عم بيتعاطى مخدرات. نعم الحفل اللي قبلها كانت هو كان منظمها يعني صحيح الجبنه من الجامعه عنه انه كان متعاطي بعد اتفل طرد لانه كان في قصه تعاطي كمان. هلا اشياء شخصيه ما لي علاقه فيها، انا هالبوستر والفت النظر مش انا لغيت، شفت رئيس بلديه يحشوش من خوفه على على شباب المنطقه ورئيس بلديه بيسور من خوفه على يعني ما حدا جاب رئيس بلديه بيسور يجي يمنع حفله لو منه شايف 1% فيها شيء اهانه لدياني او شيء بشكل خطر على الشباب. انا بس بدي اوضح شغله. تفضل. هلا عم نشوفه منظم مش بالصدف، عم نشوفه انا متابع من 34 ما بيقولوا انه انت عم بتضخي بالصوره وعم بتكبرها. هلا يقولوا بحاربوني على مستوى الشخصي، المثبت لصليبي متعصب مسيحيا، هي شرف لإلي. نحن شغلتنا عم نعمل. تعرضت لتهديد؟ 15 تهديد وكله ما بلغت القوى الامنيه؟ في شكوتين هلا المحامي لانه كثير زايدين فيهم تقدمت فيهم. شو الزودي؟ شو معيار الزودي؟ بس شيء كدياني يعني سيبين لي كدينة. هلا اللي بحب اقوله انه بهالعشر اشخاص اللي عم بيهددوني المتضررين يمكن كان بدهم يبيعوا 10 اشخاص بس 10 15 واحد هدول أيه. فعليا اذا بتجمعهم كلهم ما بيطلعوا 15 واحد. طيب كيف بتحقق منهم اذا هن فعلا مزبوطين ولا بيكونوا اسماء وهميه؟ في منهم صور لهم واضحين، في منهم باسمه الشخصي أيه. في منهم عنوانه، في واحد قاعد بعبدا اسمه حاطط صورته. هلا الاجهزه الامنيه بتعمل شغلها، بس انا اللي بدي اقوله انه في 41 ألف شخص فاتوا عملوا لايك بساعتين على البيان اللي أنا طلعت استنكرت فيه وقت قصة أولادي. في 42 ألف شخص فاتوا على موقع ليبونون ديبيت ليقروا الاستنكار تبعي. يعني بدنا نوجه لهم تحية لأنه ليبونون ديبيت كانوا عم يشتغلوا، بعضهم عم يشتغلوا وعم بيتابعوا. شكرا الحق. للشباب يعطيهم العافية. مع الحق. وكمان سعد الياسكين كتب كمان مقال كتير مهم كتير صحيح. أنا انبسطت كتير مهم بالكم إعلامي ايه. بالصحافي بالتلفزيون. أنت ما معك خبرهم؟ بسمع. انا حكيت لك عن سعد الياس، قلت لي وين وكيف يعني كثير عم بيكتبوا وانت ما معك خبر. رندا المر اونجيل مينا يعني بنبسط في كثير ناس بدقوا لي نحن مستعدين نجي ننطر قدام البيت عندك. بس خليني اوضح استاذ نقول هيدي لضرب شبيبه هالمجتمع، هيدي شغله منظمه مش نعم. مثل ما عم نشوف ونبرق هالامور ونبسط هالامور. اللي كان على مستوى تشريع المخدرات شايف هجمه كثير كبيره علي أنا متخلف ترك هالعالم وخلي المخدرات تمشي بلبنان. على صعيد العبرة الشياطين زواج المثليين كلهم بكرة بصير عندهم حقوق يعني بدهم لبنان. لبنان أرض خصبة لظاهرة الإيم وعدة ظواهر بالعالم موجود. مش رح يروحوا يعملوها بالكويت والسعودية وقطر ورح يجوا يعملوها بلبنان لأنه لبنان قادرين يضربوا هالشبيبة. وللأسف لبنان كل المدمنين والعبرة الشياطين بالعالم العربي رح يجوا يعيشوا بلبنان في حال طنشنا وفتنا بالموضوع. رح نتابع معكم بس اسمحوا لنا نوقف مع فاصل اعلاني ومنتابع سوا مشاكل وحلول. منتابع معكم مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. بعد الاراء اللي سمعناها حول ظاهره عبدة الشياطين كان في تحقيق، هذا التحقيق توسع عثر على بعض المجسمات والرموز ممكن نقول شيطانية مثل ما مكتوب على موقع القوات اللبنانية. تبين أنها صنعت بمحل على الكارانتينا لدى شخص يدعى بولس. كاميرا البرنامج زارت امبارح هذا الموقع، التقت ببولس البزري النحات هو عم بيشتغل. نسمع سوا شو قال. مش لا عمل شيطان، نحن عملنا راس خواريف وجماجم وهي بالنهايه فن. وانا مش اشتغل بس مع استاذ ميشيل، يعني انا بشتغل مع رودي رحمه ومع كذا فنان بالبلد. اي انسان بيجيب لي اي قطعه انا برجع بصب له هي بنفذ له هي. انا هون معمل، عرفت علي؟
وكان صار سوء تفاهم. فادنا من القوى الامنيه اجوا على اساس قالوا هذول روس شيطانيه ما شيطانيه. يوم اللي شافون تغيرت الفكره كلها. طيب هو جاي براس خروف عم نصبه، نحن علينا هو عم يجيب المدير شمع ونحن عم نرجع نصب له هو يصب، عرفت عليه؟ وبعدين هو راس خروف، اذا بدك تيجي تشوفه جمجمه، فرضنا جمجمه عاديه، وبالنهايه هو فن. اذا بتيجي تطلع انت عليهم بتشوفه فرضنا راس خروف، بس هن قاصدين غير. وانا عارف فرضنا الشيء تابع للي هن عم يقصدوه، ما بيشتغلوا لو يملكون الدنيا كلها. انا زي مؤمن وبخاف ربي ومن كل النواحي يعني. انا عملت مارشال بالفرضنا حاطينه بغزير 4 متر، وللسيد المسيح لرودي رحمه عامل فرضنا تمثال 5 متر. يعني نحن كمان بنخاف ربنا، عرفت علي؟ لا لو انا اعرف هالشيء هيدا بيسأل الدوله ويسأل للكنائس ما بيشتغلوا، بس بعرف ما بيسأل لاي دوله. سوء تفاهم صار. اي استاذ ميشيل قال هيدا فن، انا بدي اعبر عن حالي، بس بدكم فرضنا اذا الفن صار هلا ممنوع بالبلد عشان نحن كمان نعرف كيف نشتغل. في تمثال عم يقول هو سيد المسيح، هو مش سيد المسيح، طلع تمثال طلع لامبراطور ما بعرف اي دوله. اجى استاذ ميشيل فهم القصه، قال هيدا انتم عم تقولوا سيد المسيح، مش سيد المسيح هيدا، فهم هيدا امبراطور ما بعرف لاي دوله. يعني صار شو السوء تفاهم بس لا اكثر ولا اقل. منتابع مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. اتصالنا هلا جاهز بالاذن منكم مع الفنان ميشيل الف ترياديس. الو. ايه مرحبا. يعطيك العافيه استاذ ميشيل. يعطيك ثانك يو. يعني مثل ما كنا عم نسمع الفنان النحات بولس بيقول انك انت قلت له هيدا فن وبدي اعبر عن حالي. هلا بولس منه لا فنان ولا نحات. بولس هو اللي بيصب لنا البرونز، بيصب لالي. نعم. بيصب لرودي رحمه، بيصب لتوبكا توبكاتيان. نعم. ارافي ولا. نعم. كذا حدا يعني. نعم. وشغلته فوندري. نعم. ما كنت عم بسمع لانه ما كان في حد، ما في حد تلفزيون. نعم. ايه انا بعمل المنحوتات باخذها لعند بولس، وبولس بيصبها بروز لانه هو اختصاصه من يعني اكبر اختصاصي بهالموضوع. نعم. بلبنان. والبروز بينعمل بالفوندري لانه بيتذوب على حراره 1200 درجه. طب استاذ ميشيل يعني سؤال بديهي، ليش كان اللي بدك تعمله يكون موجود مكان الحفل؟ ما في، هيدي اختراع القوات اللبنانيه، من هيك رفعت عليهم دعوه. الحفل اول شيء ما كنت عارف فيه انا ولا دريان فيه. انا جيت اختراع مين؟ القوات اللبنانيه. وهون وبالمخفر ما نجيب سيره الحفل. نعم. بس القوات اللبنانيه اللي تعودون على الاكاذيب من اكثر من 30 سنه ما رح يتغيروا. نعم. هن اللي ربطوا بين الموضوع تبع التماثيل. نعم. وبالحفل، وانا دغري رفعت عليهم دعوه. والمثير للشكوك هو انه لما تركت المخفر بعد بنص ساعه كان الخبر نزل عند سايت القوات اللبنانيه. نعم. وعملوا اللينك من هيك. انا كمان هلا تقدمت بشكوى بالمحكمه العسكريه، ما بعرف اذا تقدمت او رح تتقدم. على مين؟ على اللي كانوا عم بيحققوا، لانه بعتبر انه في شيء بينهم وبين القوات اللبنانيه، في تنسيق تا الخبر وصل بهيدي السرعه. وتاني نهار بيتمرق لللبنان ديبيت. نعم. لوائح بالوصف تبع التماثيل، بس وصف على ذوقهم لفرع المعلومات وقت راحوا داهموا. يعني المجسم رقم واحد رأس الشيطان، بينما هو ما خصه برأس الشيطان. شو هو الرقم واحد؟ شو هو؟ هن هدول التماثيل. نعم. قرروا هن يوصفون مثل ما بدهم. انت شو بتوصفهم يعني ميشيل؟ انت شو بتوصفهم؟ انا بوصفهم هدول تماثيل، يعني منحوتات فنية. أيه. بتعبر عن افكار انا عندي، الفلسفة تبعولهم، وانا ما كان علي ابدا اضطر فسرهم لا للدرك ولا للقوى الامنية ولا للاعلام. هدول منن رموز شيطانية يعني؟ باردون؟ منن رموز شيطانية مثل ما كتب على الموقع؟ ما فيهم جنس الرموز الشيطانية. ما فيهم اي رمز يعني. نعم. انا التفسيرات تبعولهم هي قائمة على اول شيء فلسفة الحياة مما يعرف به. نعم. ميمنتو موري، يلي هو نوع من الفنون موجود، حتى موجود بالكنائس. نعم. وتاني شغله في الديالكتيك الماركسيست، يعني. نعم. في محلات الرمز تبع الخنزير، يلي هو خنزير اجي انا عامله، هو الرمز تبع الراسماليه اللي بينحط فيها مصاري. نعم. يلي هي بالفلسفه الماركسيه. نعم. وواقف على الجماجم، لانه الراسمال هو عم بيؤدي لحروب وعم بيؤدي لموت الفكر وموت البشريه.
هلا شو بده يفسر الدركه ولا شو طالع عباله يشوف فيهم فرع المعلومات ولا القوات اللبنانيه نعم. كيف طالع عبالهم يستثمروها ولا لشو ركبوها صار لهم زمان يعني صار استمعوا لك لخمس ساعات يعني مزبوط ايه هلا المعامله كانت كثير منيحه نعم انه كثير منيحه انه ضيفوني وشو بدك وكذا وهيك الامبراطور نورستان لانه ايه انه استقبلني الضابط بكل احترام وبشكره على هالموضوع ولكن نعم. بأسف انه من بعد هذا الاستقبال يكون في اللي صار بقلب هالمخفر يلي قانونيا مفروض يبقى بالمخفر وكل زائر للمخفر ما لهم انه يخبروا وسائل الاعلام انه بعد يكون ترك المخفر ب 35 دقيقه يكون نزل على سايت القوات اللي يعني انت بتحمل يعني بتحمل مين المسؤوليه هون؟ انا بحمل المسؤوليه الاجهزه نعم بحمل المسؤوليه القوات اللبنانيه لانه الاجهزه ما عم اقول اجهزه على اعلى الهرم لانه نعم. انا بعرف انه الوزير مشنوق مشكور تدخل وعمل اتصالات وهو بيرفض نعم. اي تصرفات من هالنوع وبرهن لحديث هلا انه وزير كثير ناجح ووزير أوكي. ما بيفرق يعني ما بيستعمل الاجهزه ل لقصص سياسيه استاذ ميشيل بتهم القوات اللبنانيه نعم. اللي هي ما وفرت وسيله تجرب طال من سمعتي وتشوه صورتي باخر 10 سنين هلا من زمان من 30 سنه جربوا بغير طرق كمان ينالوا من ما نالوا من كثير من زملائي وما نالوا كثير من ضباط من الجيش كثير من الشعب اللبناني طيب استاذ ميشيل ولكن هلا وقت صار جاوبني على سؤال جاوبني على سؤال بعد اذنك فضل. يعني انت كيف تنظر الى ظاهره عبده الشياطين في لبنان انت مع حريتهم ولا لا عبده الشياطين اول شغله في حال في هيك ظاهره اول شيء هذا بيكون لازم التعاطي لازم يكون للحكم النفسانيين وللاخصائيين بهذا الموضوع نعم. لانه هيدي الشغله موجوده بكذا بلد كمواطن انت مراهقين كمواطن كيف تنظر اليها كمواطن قلت لك انه هيدا وضع نفسي يعني مثل ما بنظر لواحد بيتهيأ له قصص او بهلوس او واحد ما ملطوش نفسيا او نعم. عنده بنظر له نفس الشيء هذا لازم تكون مقاربة له بعلم النفس هلا طالما هن قانونيا بلبنان اذا ما عملوا شغله قتلوا او ما عملوا شغله بتتنافى مع القانون كمان ما فينا يعني هالقصة اللي معموله كلها اخر مره انعملت باوروبا على بالقرون الوسطى وقت كان يحكوا السحره طب انت بتدين هالشيء استاذ ميشيل بالختام انت بتدين ولا لا انا بدين طريقه التصرف يلي عم بتصير من الاجهزه وطريقه التصرف يلي القوات اللبنانيه بقضيتي هدوليك منا قضيتي يعني انا اذا تيجي بتحكيني هلا عن موضوع الجيز باب لا بدين ولا كذا لانه موضوع اول شغله حريه كمان بس انه بس المشكله بالبلد هون انه اذا بيجي الواحد بيدافع عن الجيز بيقولوا انه هو جاي اذا بتدافع عن السود بيقولوا انك مغروم بوحده طيب. سوداء اذا بتركب انا بقول في هذا البلد في قوانين طيب. التعاطي مع الامور لازم خلص يكون وقتنا. ضمن القوانين بطلنا على ايام محاكم التفتيش تبع الانكيزيشن يعني الكنيسه برا حتى البابا فرانسيس عم بجرب الكنيسه لقدام ونحن عندنا اخواننا مثل هذا الاب ابو كسم بجرب الكنيسه لورا ترجعوها على القرون الوسطى ميشيل انا بدي اشكرك هي لانه خلص وقتنا يعني بدي اعتذر منك ان شاء الله مره ثانيه بنلتقي وبنتوسع اكثر شكرا لك واهلا وسهلا فيك ما تواخذنا ابونا بالختام شو بدك تقول بعد كل هذه الحلقه يلي استمعنا لها الى مختلف الاراء نهايه بالفنان ميشيل الفترياديس بالريبورتاج اللي شفناه انا بدي اقول انه نحن رح نضل نقوم بواجبنا ونوعي الناس نعم وندلهم على طريق الخير اللي قالوا الافترياديس انه نحن متخلفين انا ما بدي اجي رد يعني ما بدي انزل لمستوى اللي حكي فيه ورد بس خلي لك ابونا بالعكس خلي انا عم بعمل واجباتي ككاهن بدي دافع عن كنيستي اللي عجبه عجبه ومش عجبه 60 سنه ما يعجبه هاي الختام؟ هاي الختام أنا مثل وزيت الشيء عم دافع عن هالشباب نعم كل مين بده يبيع هالولاد مخدرات أو ياخدهم على الانحراف والتعاطي نعم. أنا ضده للآخر اللي مش عاجبه كمان ما يعجبه طب ممكن نطلب أن يكون مؤتمر بالمركز الكاثوليكي موسع يشمل كل الطوائف يعني لحتى هيك تكون الرسالة واضحة هيك رح يكون دعوة حضرتك كمان هلأ فينا ندعي مونسنيور يكون مرفقنا أنا بدي أشكركم أهلا وسهلا فيكم بشكر كل الأصدقاء شباب كلكم يعطيكم العافية إلى اللقاء